انا مالي يا بابا اذا كانت انهارت ولا دخلت مستشفى ولا انتحرت حتى ما تنتحر في 60 داهيه ايه عمليه تجميل بابا هات لي جراح في مصر ممكن يجازف انه يشتغل فيها هيشفط ايه ولا ايه احنا لحقنا ابوها ينتقم وبعدين ينتقم بقى احنا ما بيهمناش حاجه يا بابا ثانيه واحده يا بابا ودني بابا اقفل عشان شكله فعلا هينتقم بقول لك ايه حازم بسيوني الله يحرق سنينك انت فين يا ابني فاكر يلا لما كنت بغششك في الامتحانات وكنت بس والله وحشتني بس والله وانت كمان انت فاكر يلا لما كنا بنفك لك السرج من تحت الحصان وانت بتنط الحواجز رقبتي كانت هتتكسر بس مش فاكر يا باشا برضه مش فاكر انت صعبت عليا بنسى الحاجات دي والله وحشني وانت كمان يا بسيوني قول لي حازم بالحق انت يعني ايه اللي فكرك بيا والله يا باشا انا جاي اقبض على حضرتك يا سيدي على الهزار واللطافه جاي اقبض عليك يا بس جاي تقبض عليا انا؟ بجد بس لا والنبي اديني بقى ايدك شمال ومين اللي جاب لك الكلبشات دي؟ دي جايبينها لي هديه في عيد ميلادي الف لا بأس يا حازم بلاش هزارك الغبي ده وفكني افكك ايه يا باشا ده انت شكلك عامل مصيبه ولا مصيبه ولا حاجه كل اللي حصل انا احكي لك ان انا رفضت اتجوز جورنان عايزين ينقلوا لي حلايب وهتمرمط يا باشا لا فيها جورنان ولا حلايب ده موضوع اكبر من اللي انت بتقوله قال لي هتقوله حيا او ميتا يا عم ولا اكبر ولا حاجه انت عارف الموضوع ده حله ايه دبله وبوكي ورد فكني بقى يا حازم ورد ايه يا ابني انت اطلع قدامي اتفضل يا فقر قدامي تمام يا فندم قبضنا على ضابط بسيوني الله يخرب بيتك انت ايه اللي حبيته ده انت في ايه في دماغك ربط الكرفس ليه بس يا ابي سعادتك قلت لي عايزه حيا او ميتا انا جايبه لك يا فندم اهو بدون اي نقطه دم واحده سعادتك طب قرب من قدامي وحسابي معاك بعد امشي شفت يا عم اهو زعل يا ريتني ما وقفتك تجيب ورد اسف يا باشا افتحي الاساور بتاعت الباشا يا فندم اطلع بره يا حازم معلش احنا اسفين على الموقف البايخ ده لا يا فندم مفيش حاجه احنا خلاص هنبقى اهل جورنان اخبارها يا فندم تحت تبتدي على ماذا ما خلاص قلنا احنا اسفين عاوزك بقى تصحصح معايا تشد حيلك لا هشد حيلي واصلح غلطتي تماما يا فندم يعني بس كان ليا رجاء عند حضرتك بلاش حلايب انا اساسا تعبان في الارياف انت باين عليك متعب ولبط ايه اللي انت شايله دي حاجه بسيطه يا فندم ان شاء الله الف سلامه على بنت سياده مساعد الوزير هي عيانة؟ وحضرتك ما تعرفش؟ عندها ايه؟ سرع يا فندم ايه؟ سرع يا فندم سرع ألف سلامة للهارم الصغير يا فندم ربنا يشفيها لساعتك مش ده؟ ورد ايه وهاني مين؟ ايه التهريج ده يا نجدة؟ ده حاجة بسيطة يا فندم ده أنا الود ودي كنت اشتريت جنينة بحالها لبنت سعادتك مالها بنت؟ هي مش عيانة يا فندم مين اللي قال لك كلام الفارغ ده؟ الضابط بسيوني يا فندم والله ما اعرف يا باشا انك مخلف اساسا هو لعب عليك يا نجدت باين عليه لبط فعلا زي ما بيحكوا عنه شايف ساعتك شايف نظره الشر اللي في عينيه صار يا فندم صار خلاص انا متفائل بيه والوزاره كلها متحمسه له بيقولوا ان ده هو الشخص المناسب انا عايز نتائج مبهره التزموا السريه التامه ها جاهزين؟ تمام يا فندم على بركة الله نجدة باشا الحقني يا فندم خير في ايه؟ ده ملف الضابط بسيوني من كلية الشرطة وتقارير خدمته كويس ايه المشكلة؟ كل التقارير يا فندم بتقول ان الاول على دفعته 3 سنين وكان مساعد كلية في السنة الرابعة ايه؟ ده غير الاخلاق والادب والمثالية اللي هو فيها ده كده طلع ورور يا فندم يا نهار اسود ورور وريني بسيوني